وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس طايل القاضي، مدير مشروع سما السرحاني الزراعي. مرحبا بك سيد طايل بداية، ونتحدث عن مشروعكم الزراعي النموذجي في منطقة سما السرحان، وكيف يسهم هذا المشروع في توفير فرص العمل للأسر في تلك المنطقة. تفضل. يسعد مساءك أستاذي ومساء مشاهدين التلفزيون الأردني، المنصة الإعلامية المشهود لها بالوطن. سيدي بداية يسعد مساك، احنا الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور مروان الرقاد، موجودة بالأردن منظمة دولية دبلوماسية منذ عام 1987، وهي منظمة دولية دبلوماسية تعتمد على التمويل من الاتحاد الأوروبي على مختلف المشاريع، والآن عندنا مشروع الحوار الوطني للحصاد المائي. طبعا اليوم شرفنا دولة رئيس الوزراء والوزراء المرافقين معالي المهندس خالد حنيفات ومعالي وليد المصري وزير الإدارة المحلية للمشروع والفريق الوزاري المرافق. وطبعا احنا نوجه بداية شكر لهذه الزيارة لدولة الرئيس والوزراء المرافقين اليوم، وهذا تقريبا نقدر نعتبره مخرجات كتاب التكليف السامي من صاحب الجلالة الملك عبد الله أطال الله في عمره. طبعا الشبكة المشروع قائم كليا على الحصاد المائي بالقرب من سد سما السرحان، ويعمل على ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظام البيئي. طبعا المشروع يتكون من 48 وحدة زراعية لأبناء المجتمع المحلي على الزراعة التكنولوجية الحديثة اللي هي الزراعة المائية. طبعا احنا نعمل على تحقيق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ونعمل بالتشارك مع الوزارات المختصة لدعم وتحقيق الاستراتيجيات مع هذه الوزارات. نعم سيد طايل. طيب ما هي تطلعاتكم المستقبلية لتوسيع مثل هذه المشاريع الزراعية في منطقتكم، وكيف يمكن استدامتها لهذه المشاريع؟ طبعا بداية احنا مشروعنا نفس ما حكيتك معتمد على كليا على الحصاد المائي، وفرنا هذه الوحدات الزراعية لابناء المجتمع المحلي، وعندنا تقريبا 48 عائلة مستفيدة الأكثر هشاشة طبعا، ويضم مشروعنا 30% من إخواننا اللاجئين السوريين و70% من أبناء المجتمع المحلي، والنسبة تقريبا 50% من الإناث و50% من الذكور. الرؤية المستقبلية للمشروع احنا نتطلع لتدريب هذول المستفيدين لتدريبهم وتشبيكهم مع السوق المحلي و لتسويق المنتجات. احنا مبدئيا دربناهم الموسم الماضي على دربناهم على عده تقنيات من الزراعه، وبلشنا معهم من المهارات الحياتيه للزراعه المائيه للزراعه التكنولوجيه الحديثه، وشبكناهم مع شركه تسويق تاخذ منهم المنتج من بدايه الموسم لنهايته على سعر ثابت. واحنا دربناهم على الزراعه والاعتماد على الذات، وهذول الاسر يعني يعتبروا من الأكثر هشاشة. نعم. ودربناهم على تحقيق على تحويل التحديات إلى فرص يستغلوها في هذا المجال المدر للدخل. نعم. وإحنا شاهدنا بالموسم الماضي على انعكاس العائد المادي عليهم، وفي عنا طلاب جامعات أكملوا دراساتهم الحمد لله، وفي عنا عائلات مستورة. نعم. استفادت من هذا. نعم. المشروع. أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات المهندس طايل القاضي مدير مشروع سما السرحاني الزراعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.